يا زعيم الأمة الوطني الشعب المصري معاك. نيابة عن شركة جي ام جي دايموند سيتنج السيدة جاكلين سعد الشركة المنظمة للمؤتمر وباسمي حنان شلبي، وأتقدم بأسمى معاني الشكر لكل من حضر احتفالنا المتواضع اليوم. من فضلكم نتفضل بالوقوف لتحية السلام الأمريكي ثم السلام الوطني المصري. ودعمهم لمسيرة التنمية وضرورة التكاتف والتلاحم من أجل استمرار مسيرة البناء والتقدم. إن اجتماعكم لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الانتخابات الرئاسية القادمة والتحركات الداخلية والخارجية التي يقوم بها يلقي عليكم بالمسؤولية جميعاً تجاه مصر. فالدعم ليس فقط بأن تذهب لصندوق الاقتراع أو تضلي بصوتك، لأن ولا بالمؤتمرات أو الفعاليات أو الحديث عن الإنجازات، لكن لابد أن تكون هناك خطوات على الأرض الواقع، خصوصا فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية وعمل المشاريع التنموية ومساهمة رجال الأعمال المصريين في الداخل والخارج. السيدات والسادة الحضور، مساء الخير. إنها لفرصة كبيرة ومهمة أن نلتقي كمصريين في وقتنا هذا لكي نعبر عن عظيم الامتنان لبلدنا الأم مصر. واسمحوا لي في البداية أن أرحب بالسادة الضيوف، النائبة غادة عجمي نائبة المصريين في الخارج ووكيلة لجنة العلاقات الخارجية، المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال وحزب السلام الديمقراطي، الأستاذ نادر مرقص صاحب ورئيس مجلس إدارة الدبلومات للسياحة وعضو مجلس الملي السكندري ومسؤول عن العلاقات العامة للكاتدرائية المرقصية، الدكتور سعيد حساسين رئيس الحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، السفير أحمد خطاب مساعد وزير الخارجية الأسبق، الإعلامي الكبير أستاذ طارق علام، المستشار عمرو الفضالي، الأستاذ عادل عجيب رئيس الهيئة القبطية الأمريكية، المهندس ماجد نور رئيس لجنة الوفد بأمريكا. إن اجتماعنا اليوم للوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية ثانية من أجل رفعة الوطن ومستقبل أبنائها
بعد ما عشناه من إنجازات ومشروعات وأمان في الأربع السنوات الماضية، وبعد ما أشرقت شمس الديار في 30 يونيو بابنها البار حامي الديار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وفر لنا ولأبننا مناخا آمنا ومستقرا وحياة كريمة. إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رمز الوطنية والكرامة وعزة الأمة. حضرات السيدات والسادة، إن مستقبل الأمة بين أيديكم، فلا تبخلوا على مصر بصوتكم الانتخابي، فنزلكم لصناديق الانتخاب لخير دليل على حبكم لبلدكم ووقوفكم بجوار الحق، لأن الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة والله فوق الجميع. وأخيرا وليس آخرا، أتقدم لكم بخالص الشكر بتشريفنا اليوم. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر شعبا ووطنا وجيش وشرطة في ظل قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي. بشكر مدام حنان، هتكمل معاكم. بشكر كل اللي حاضرين معانا النهارده، اللي بنحاول ننجح المؤتمر، وان شاء الله هننزل كلنا وندي صوتنا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر بتحارب وبتبني، ايد بتحارب وايد بتبني. العالم كله مبهور ان في خلال اربع سنوات بتحدي كم الانجازات والنجاح والكباري والمدن والمشاريع اللي اتعملت في خلال اربع سنين. ده بالنسبه للعالم كله انجازات محدش يقدر يعملها في الوقت القصير ده، واحنا طالعين من ثورتين وبنتحارب، بيدفعوا مليارات عشان يحاولوا يوقعوا مصر، ومش هتقع مصر. مصر مذكوره في القران، ادخلوها امنين. مصر هتفضل امنه وهتفضل قويه رغم عن أنف أي حاقد. مصر فيها رئيس جمهورية قوي، فيها رئيس عسكري فاهم يعني إيه خطورة اللي بيحصل لنا، وقف بتحدي كبير وبقوة، وهو بيبني وبيتحدى، خاطر بشعبيته. كان ممكن ان هو يطبطب على كل واحد ويمشي الدعم ويمشي زي ما كانت ماشيه الاول. للاسف الشديد اتحدى العالم كله ووقف قال اصبروا معايا، انا ببني للولاد وللاحفاد. احنا نفسنا مصر تبقى قد الدنيا، وهتبقى قد الدنيا. احنا لما نتعب شويه عشان مستقبل احسن. الريس بيبني في كل المجالات في وقت واحد، في كل المجالات في وقت واحد، وبيسلح الجيش، جيشنا بقى العاشر على العالم، وبيحارب وبيضرب. شهدائنا شرطة والجيش، خيرة شباب ورجالة مصر، خيرة شباب ورجالة مصر معرضين صدرهم للنار. وقت شدة لمصر،
كان المصريين في نيويورك اللي انتوا بتمثلوهم ونيوجيرسي وعدة ولايات اخرى هم الامل الكبير لمصر كلها في ان مصر لها نساء قبل الرجال يدافعون عنها في اقصى دول العالم بعدا. والنهارده لم اترقب لحظه انا ووفد الدبلوماسيه العامه المصريه في الحضور الى نيويورك والى نيوجيرسي لكي التقي بحضراتكم، لانها بالفعل تمثل دفعه قويه لمصر ودفعه قويه للانتخابات الرئاسيه التي تشهدها مصر. خادم الشارع احمد فضالي، نرحب بكم في هذه الامسيه في مدينه نيوجيرسي في امريكا. كلمه سيادتك بالنسبه للحاضرين كانت بتمثل شجاعه الامل اللي احنا محتاجينها في الفتره القادمه. مهمة حضرتك في الزيارة دي تعكس ايه بالنسبة لشعبنا في مصر في الداخل والخارج؟ الحقيقة كلمتي النهاردة طالعة من قلب كل مصري، كلمة بتعبر عن المرحلة اللي بتمر بها مصر الآن. نحن نمر بانتخابات رئاسية في مرحلة دقيقة تحتاج من المصريين التكاتف والوقوف خلف القيادة المصرية حتى تستقر مصر بشكل دائم، وحتى يتم تحقيق الأمن والقضاء على الارهاب بشكل ايضا كامل. لذلك النهارده كان نصب عيوننا ما يحاك بمصر من مؤامرات ومن محاولات للنيل منها ومن محاوله عرقله مسيره الديمقراطيه وتامين حدود مصر وتامين الجبهه الداخليه المصريه. النهارده الحقيقه احنا بناكد اننا لنا دور كمصريين في اعطاء الانتخابات الرئاسيه القوه والحصانه ضد اي محاولات للتدخل في شؤون مصر. لذلك على المصريين الخروج بكثافه وبقوه بالملايين الى صناديق الانتخابات، لان هم دول اراده شعب مصر. القوه في الانتخابات الرئاسيه ليست باختيار الرئيس السيسي فقط، لكن اختياره بقوه واختياره باغلبيه كبيره جدا ترد على اي ادعاءات مبرده تحاول النيل من استقرار مصر ومن العمليه الانتخابيه. احنا في مصر تقريبا بقالنا شهر ومجلس النواب بالاخص تقريبا كل النواب عملوا ندوات، انا نائب عن دايره كرداسه، طبعا اسمع كرداسه دي ارهاب وبتاع وكلام زي كده. عايز اقول لكم انا عملت مؤتمر في كرداسه كان الاسبوع اللي فات. حضر فيه لا يقل عن 20,000 واحد. وناس كلها فرحانه ومبسوطه لاحساسها بالامن والامان. احنا جماعه في مصر كنتوا عايشين هنا في امريكا غالبيتكم مش عارف وانا بيسمع او بيشوف على الانترنت. ودايما اللي بيسمع حاجه واللي بيشوف حاجه ثانيه واللي بيعيش في الواقع حاجه ثالثه خالص ومختلفه تماما. احنا النهارده في مصر عايشين هي عيشه في ازمه اقتصاديه، الناس الفقراء وكل طبقات المجتمع بتعاني، ولكن انا لما اعاني شويه وابني بكره يعيش حياه مستريحه ده اللي انا بطلبه. الواحد فينا بيشتغل ليل ونهار ويفضل يكون فلوس 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 يقول لك عشان اسيب لي ولادي. احنا دلوقتي بنعمل كده، بنتزنق شويه عشان نسيب لي ولادي. السيد الرئيس لما اختار الاصلاحات الاقتصاديه دي يا جماعه كانت على حساب شعبيته، وقالوا له من اولها ومن اول يوم اتقال له يا ريس هتعمل ده شعبيتك هتقل، قال لك مش مهم، المهم البلد دي. المهم الرساله اللي انا جاي عليها لازم اديها بامان وبثقه. لما بقول لك احنا عملنا مؤتمرات اقل مؤتمر من زمان اللي كان واحد بيروح فيهم في كل محافظات مصر من 20,000 واحد ل 30,000 واحد. كل سنه وانتم طيبين وكل يوم حلو على بلدنا مصر. قال لي تيجي معايا امريكا عشان الريس، قلت له ماشي. وانا معاكم هنا وعندي من الجيت لاج دماغي بتلف. فبعد ما قفلت معاه جهزت ان عندي حلقه على الهواء يوم الاربعاء اللي جاي. وكل حلقه بنعمل تقديمه كده على قصه على حاجه صغيره. كانت القصه اللي هتشوفوها يوم الاربعاء الجاي على واحد ابن بلدي، ابنكم وحبيبكم. مهما تعبتوا زي ما هو عمل. مهما عانيتوا او قسيتوا. اسمه ميلاد سعد جورجي. ميلاد استشهد من ساعات. ميلاد كتب على صفحته من اسابيع انا الشهيد القادم. ميلاد قال انا هستشهد عشان اخويا. ما قالش اخوه مين؟ لان كلهم اخواته. ميلاد سقفوا له وحيوه، ده ابنكم وابن مصر. واحفظوا الاسم ده. احنا كاعلام بنشوف الدنيئه، بتشوف الخيانه. لما تحصل خناقه بين قبطي ومسلم بنلاقيها على التيكرز كل وسائل الاعلام العالميه. لما تشوف قصه ميلاد
اللي استشهد اول امبارح في العريش محدش منكم عرف كده. تعرفين ليه؟ لان هو مات عشان يبني وهم عايزين يهدوا. هو مات ساب خطيبته وعنده 26 سنة، خطيبته 23 سنة، وساب أسرته، ساب مامته عشانكوا عشان مصر. إحنا بنشوف الناس اللي بتدفع الثمن في الأسعار، في المرض، في الجهل، في الفقر. وحربنا الحقيقية اللي إحنا بدأناها من سنين، أنا واحد بشتغل في مجال الخير، بدأنا مستشفى 57 تعبنا عشان تطلع. بتشوف دلوقتي الرئيس يتبنى اي مبادره بتطلع في ساعات. تبنى فيروسين تتكلم على مليون يتعالجوا، تتكلم في 5 مليون. بعد اسابيع WHO اعلنت انبهار باللي بتعمله مصر. تحيا مصر. استاذ وليد رباح، حضورك النهارده يمثل شرف لجاليتنا المصريه، كونك فلسطيني عاشق لمصر. تقول ايه في المناسبه دي؟ عشتك في امريكا وتعاملك مع جاليتنا المصريه والعربيه عموما. الحقيقة انا صحيح فلسطيني لكن من مواليد مصر. انا ولدت في العباسية سنة 44، وتقريبا عشت معظم حياتي في مصر، ومصر بعزها زي فلسطين تماما. ولذلك انا قدومي اليوم كان حقيقة لتشجيع بعض الناس اللي بعرفهم من المصريين للقدوم الى هذا المؤتمر، تشجيعا لهم لكي ينتخبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي لما فعله من إنجازات في داخل مصر خلال الفترة السابقة. أنا تعرفت بشكلين، إنسانة وطنية محبة لوطنها زي كل ما موجودين هنا، زي اللي بنشوفهم اللي بينزلوا بالأعلام وبيواجهوا الإخوان وما بيهمهمش. تحية وتقدير مدام حنان من المجهودات اللي انا برضو سمعت بيها. عايزه بس اذكر حاجه بعد الفيلم ده. انا كنت عايشه في الامارات 33 سنه، بروح وباجي كل شهر، جوزي لواء شرطه، بعد الاخوان ودوه سينا، جابوه قبل رابعه استدعاء 9 أيام قبل ربع. كان ابني أياميها في عمليات خاصة. نزلت سبت شغلي وقعدت في البيت، ما كنتش قاعدة طبعا، كان لي شغل تاني. كان جوزي وابني الاثنين في ربع، الاثنين. كنت ساكنة في مدينة نصر قدام السراج مول. من كتر الألم وأنا بكلم ربنا كنت قاعدة على أرض البلكونة، والاخوان بيضربوني بالرصاص على البلكونة عندي، انا واللي شغالة بيضربوا علينا رصاص، وسمع الرصاص بودني وبقول يا طلع الرصاص ده لجوزي ولا لابني؟ متخيلين؟ متخيلين الاحساس ده؟ الاثنين وانا واحدة شقيانة على عقال في الامارات تعبانة فيهم قوي. ابني الضابط ده خريج امريكان انترناشونال في دبي، مجموعه كان يجيب هندسه ودخل شرطه. دخل مع اصحابه مع انه ممنوع انه يخش مع ابوه على فكره. شادي ومحمد استشهدوا الاثنين. شادي ومحمد استشهدوا الاثنين من قطاع احمد شوقي. كان شايلهم بدمهم. مش كتير علينا احنا ننزل نقف جنب الريس، مش كتير علينا ان احنا كل واحد يتكلم بقلب. الرئيس السيسي بيهتم كل مدينه جديده ينشا فيها جامع لازم ينشا فيها كنيسه، ده ما كانش بيحصل، الكلام ده ما حصلش من 40 سنه. وهنتكلم طبعا على العاصمه الاداريه الجديده، العاصمه الاداريه الجديده دي يعني حاجه يعني في الخيال صراحة، واتبرع للكاتدرائية ب 22 فدان أقامت عليها الكاتدرائية، وزي ما زار الكنيسة في عيد الميلاد قال للناس إن شاء الله السنة الجاية
هتصلوا في العاصمة لذلك، وصلوا فعلا في العاصمة لذلك. الرئيس السيسي كل المشاريع في دماغه، يتابع كل يوم على مستوى البلد كلها اللي تم اللي انجاز. انتوا قلتوا لي من 3 اشهر ان في 2500 واحد، الكلام ده صح؟ قال له يعني احد محافظين المدينة الساحلية قال له ايوه يا فندم. كان معاه قائد للجيش قال له الكلام ده صح؟ قال له لا. وكان عنيف في الكلام ده، كل الارقام في دماغه، يعني ما حدش يقدر يقول له ان الحاجة دي اتعملت وهي ما اتعملتش، كل حاجة في دماغه، يعني على مستوى كل المشاريع كل حاجة في دماغه. مساء الخير، نرحب بك وكأحد المشاركين المصريين في احتفالية تأييد ودعم المرشح الرئاسي رئيس السيسي. تقولي ايه للي عايشين في مصر وشايفين النهاردة؟ اقول لهم طبعا يعني انتوا صبرتوا كتير جدا جدا وده خير، وزي ما جنودنا بتحارب على الجبهة احنا او المصريين عامة بيحاربوا الغلاء وبيحاربوا المعيشة الصعبة، فأتمنى ان هم يصبروا لحد ما نقف على رجلينا وعرفوا ان مصر بتتحارب من كل الجهات، اللي مش عايزة مصر تكبر لان عارفين مصر جاية مش رايحة، وان شاء الله مصر هتبقى قد الدنيا زي ما الرئيس بتاعنا قال، واتمنى اشوف مصر والحق اشوفها ان شاء الله ان هي تكون قد الدنيا، وان شاء الله احنا بنبني مش لينا لولادنا والاجيال اللي جاية. محمد علاو رئيس منظمة من اليمن وله تجربة مع الجالية المصرية، يحب يقول كلمة بمناسبة حضوره معنا وتشريفه لنا اليوم. شكرا جزيلا للجالية المصرية التي دعتنا الى هذا الحفل البهيج، ونحن نحث كل ابناء الجالية المصرية بالخروج وممارسة حقهم الديمقراطي في انتخاب رئيس الجمهورية جمهورية مصر القادمة، وفي الحقيقة نحن سننزل كمتابعة للانتخابات من منظمة المعونة لحقوق الإنسان في الجالية المصرية هنا في نيويورك وأيضا في مصر إن شاء الله بعد أثناء العرس الديمقراطي القادم بإذن الله. نحن نحلم كعرب أنه نرى مصر قوية، وكلما كانت مصر قوية برئيس قوي العرب دائما في قوة. نرحب بالبشمهندس ناصر صابر، مسؤول من احد مؤسسات المجتمع المدني النشيطه في نيويورك وفي نيوجيرسي. قول اللي احنا شايفينه النهارده ده يمثل ايه بالنسبه لك كمواطن مصري امريكي؟ والله كل اللقاء للمصريين في الخارج هنا مهم جدا، على اساس ان احنا عايزين نشحذ الهمم، واحنا موتيفيت كل ابناء الجاليه اللي لازم دورنا قوي جدا يكون، ونثبت لكل الناس اللي احنا 16 17 18 ده يوم زي عيد عندنا كفي الجاليه، لان احنا لازم نكون قد التحديات، ويكون دور مصر اللي في الخارج يكون دونه واضح، ويكون هو فعلا شريك للوطن وتحديات الوطن اللي احنا بنمر بيها. فاحنا هنا بنثبت للعالم كله ان احنا مع بلدنا، ان احنا مع الرئيس بتاع بلدنا، لان هو رمز الوطن، فاحنا بنقف معاه في كل حاجه، والبدايه هتكون من عندنا، النجاح هيكون من عندنا، واحنا مع مصر في كل خطواتها، احنا متابعين مصر زي ما بيقولوا وطن يعيش فينا، واحنا فعلا مرتبطين بالوطن ده، وعشان كده اتجمعنا كلنا عشان نقول ان رغم اختلافنا، لان في اختلافات كتيره جدا في القاعه دي، لكن بنجتمع على حاجه واحده بس، هي حب البلد دي. هي صراحه يعني احنا اي حاجه تبع مصر بنعتبرها احتفاليه، ودلوقتي احنا عايزين نخش بمنطلق جديد ان هو ثقافه الانتخاب، ان ما نضيعش حقنا لان ده صوتنا في بلدنا، وما دام احنا مهتمين بيها واحنا بره يبقى اقل حاجه نقدر نعملها ان احنا ننتخب، والانتخاب دوت ما حدش يبطل صوته، مهم جدا للشعب ان هو يحس ان هو مشارك في الحمله في الانتخابات، ناهيك عن مين هو المرشح. بحضرتك وبالجاليه الجميله النهارده المصريه وبالساده الضيوف اللي شرفونا، الحقيقه ده اقل واجب الواحد ممكن يعمله النهارده انه يكون مشارك في حاجه زي كده، والمشاركه الاكبر ان شاء الله باذن الله في الانتخابات. الموضوع مش موضوع ان مين اللي نازل الترشيحات ومين هننتخب الرئيس السيسي، الفكره كلها في ان هي ده السلاح الوحيد اللي معانا هو صوتنا، وان احنا نطلع بيه ندافع عن مصر قدام المتربصين بيها. انا موجود هنا في اطار حمله بنمر فيها بمختلف القطاعات العريضه للتواجد المصري في الخارج، الهدف منها ان احنا بنشارككم الشعور بالمسؤوليه والاحساس
بحساسية المرحلة اللي بتمر بها مصر. من غير تكاتفنا، من غير تضامننا، من غير إحساسنا بمدى أهمية المرحلة وضرورة الإيجابية للمواطن المصري مش هنعدي. كله في مجال، اللي في الخارج زي اللي في الداخل، واللي في الخارج زي ما قال الدكتور حسنين يمكن نظرة أولى للمواطن المصري في الخارج المنتزه. احنا كنا في وقت لسه خدمه، انا واحد من الناس اللي رحنا ماتش السودان بتاع الجزائر، الناس اتضربت كلنا قفلنا بقنا. انت في وقت ده يقول لك ارفع راسك، الرئيس هنا وهنا وهنا، ينتقم لاولاده، ينتقم لابنائه. ده رئيس مصر اللي احنا عايزينه، ده رئيس مصر اللي قاعد جنب الشباب، اللي قاعد جنبه متحدد الاعاقه. رئيس مصر اقول مره ثانيه، في كل مدينه، في كل شارع، جامع وكنيسه، ده حلم جديد. شكرا ليك وتحيا مصر. انت بتتعالوا بقى، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا على كده، شكرا ليك، شكرا. مصري معاك.